على إيقاع النغم الأصيل بدأت الفعالية الفنية لمنتدى الحصن الثقافي، الفعالية التي أقيمت للتذكير بالشاعر الشعبي ناصر عمورة الذي يعد واحدا من أبرز شعراء المحافظة الشعبيين. فيه عملنا خطة، هذه الخطة استهدفنا فيها بعض من الشعراء على أساس أنه رد الاعتبار من خلال هذا المنتدى الثقافي لناس تناسوهم وأصبحوا في أعداد الموتى. فأول فعالية قمنا بها هي للشاعر المرحوم ناصر عمورة. رحل الشاعر قبل عقدين، لكن قصائده المغنى ما زالت باقية لما تحمله في معانيها من تجسيد للإنسان الريفي في أبيان. ومهما ضال يا عمرو مصيره ما يخلي. المعاناة الواضحة أبرز ما يميز قصائد الراحل عمورة، إذ كانت خلاصة لواقع جاء بعد أكثر من عقدين ونصف، كما يبدو واضحا في أكثر أغانيه صيتا وانتشارا، والتي كانت باللهجة المحلية الريفية. الجبر الذي تحدث عنه الشاعر الراحل لا يعني الزيارة فقط كما هو معروفا في هذه المحافظة، ولكنه ربما كان جبرا من نوع مختلف يتجسد في عذوبة الأغاني المصاحبة للموسيقى التي تنبعث من أوتار العود والكمان، بعيدا عن الحاضر الذي طمس الهوية الفنية واستبدلها بثقافة السلاح. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.